شكرا للأستاذة إيناس عون من مركز البحرين لحقوق الإنسان. عددت الكثير من الانتهاكات ولا يبقى لهذا الشعب عذر إلا الثورة. لو لم تعد في العمر إلا ساعة لقضيتها، لو لم تعد في العمر إلا ساعة لقضيتها بشتيمة الأمراء، ولسألتهم أيهم قد جاء منتخبا بإرادة البسطاء، ولسألتهم كيف قد بلغوا الغنى وبلادنا تكتظ بالفقراء، ولمن يوصون سلاحهم وحربهم حب وهم في خدمة الأعداء، وبأي أرض يحكمون وأرضنا لم يتركوا منها سوى الأسماء، وبأي شعب يحكمون وشعبنا متشعب بالقتل والإقصاء، يحيا غريب الدار في أوطانه ومطاردا بموطن الغرباء. حكامنا هم الكلاب، عذرا فالكلاب حافظ للوفاء. والآن مع كلمة عائلة المعتقلين أبناء رجب تلقيها الأستاذة فهيمة رجب. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلام الله على شهدائنا، سلام الله على معتقلين الأحرار الصامدون خلف القضبان، سلام الله على المعذبون. سلام عليكم مني ونيابة عن أسرتي، أسرة المعتقلين حسن وعلي بن رجب المحكومين ب15 عام من بعد المؤبد في قضية قتل باكستاني وافد في المنامة. بداية أقدم شكري للحضور الكريم من آباء الشهداء وأهالي المعتقلين، كما أني سعيدة بتواجدكم وتضامنكم مع أبنائكم ومع أبناء شعبنا العزيز ككل في هذه الوقفة التضامنية التي رتبتها لنا جمعية الوحدوي، وكل الشكر للرفقاء على هذا المجهود وعلى الاهتمام بقضايا أبنائنا وتوفير الفرصة لنا جميعا. أقف هنا وقفة إجلال واحترام لأبطالنا الرازحين خلف القضبان، يا من قاسيتم وعانيتم لترفعون راية النصر التي سترفع من صبركم وعزيمتكم التي لم يكسرها السجان. فهذه الوقفة أقيمت لكم يا من طالبتم بالحق فرج الله عنكم. أنحني لكم يا من رزحتم خلف قضبان السجون من أجلي ومن أجل حرية هذا الشعب أجمع. أخوتي حسن وعلي بن رجب أبطالي، ليس هناك كلام أضيفه عن قضيتهم أكثر مما ذكرته في الوقفات التضامنية السابقة عن كل ما حصل لهم من تلفيق قضية لا وجود لها واعتقال ظالم وتعذيب وحشي شرس وحكم جائر. اعتقلوهم في 27 مارس 2011 وتم الحكم عليهم بالمؤبد في 13/10/2011. تم استئناف الحكم حتى أصبح 15 عام وأيد التمييز حكمهم، فكلها أيام ويكملوا 5 أعوام داخل سجن جو المركزي. اشتقنا لهم، نعم اشتقنا لهم لتواجدهم بيننا، نحن إليهم، كل ذلك بسبب مطالبتهم بالحرية لأنهم رفضوا الظل، زجوهم في السجون، فثمنوا الكرامة والحرية فادح ولكن ثمن الذل أفدح. كان وما زال النظام في البحرين مستمر في الاعتقال، فلا إصلاح منذ 14 فبراير 2011 إلى يومنا هذا، وبالمقابل لا زال الحراك والثورة مستمرة، فمن أراد الورد فليكن مستعدا للشوك. أبناؤنا ليسوا بمجرمين لكي نتنازل عنهم، هم طالبوا بكرامتهم وبحريتهم، لا يسعنا إلا المضي في طريق الحق بلا تراجع، فنحن نأبى السكوت عن ما هو حق. فلنستمر بصرخات التضامن معهم ولنطالب بالإفراج عنهم. أختم كلمتي المتواضعة برسالة لكم يا أبناء شعبي، إن حرية الرأي هي المقدمة الأولى للديمقراطية، فإننا نحلم بمجد أمة وسوف نبني هذا المجد،
لقد آن لكل شخص أن يتحمل مسؤوليته ويدخل في كل حساب أو يسقط من كل حساب، وشكراً. فهيمة بالرجل.